نجرب تسارع الكورفت. طبعا جماعه الخير دائما كل تجارب السرعه بعملها ولا داحق السياره بعملها للسلامه العامه في مخطط مغلق بالكامل بعيد عن الناس كلها، مخطط مسفلت مرتب بس ما في ولا مخلوق بعيد عن الناس كلها. يا برك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة اللي فاتت ورينا لكم كيف عملية أجزاء من اختبار الزيوت وخلصنا الـ API والـ SAE شرحناهم. اليوم هنتكلم عن حاجة شوية مختلفة. عشان توصل الاختبارات لأعلى مستوى في الشركات الزيوت زي ما قلت في الثلاثة مقاييس المطلوبة منها، إيش المطلوب من المحرك، نسبة الانبعاثات وصرفية البنزين، الأمور هذه كلها بتوصل إنه الزيت يتم تطويره او يعني بيتم هندسته زي التوب، بيتم تفصيله حسب المصنع ده ايش يبغى او حسب المطلوب من السياره دي حسب القوانين من الدوله. الان الله يسلمكم قلنا كلمه اعتمادات. في شركات الزيوت وصلت لحاجه كمان متقدمه شويه، وهذا تميز زيوت عن زيوت في ايش، كلنا بيستخدموا الزيوت مثلا السنتيتك الممتازه، بس في هنا نفرق شويه عن الشركه عن الثانيه في ايش. بعض الشركات هذه دي وان دي اكسترا مايل راحوا الخطوه الاضافيه، الميل الاضافي، وصل المصنع احنا نبغى اعتماداتك. الاعتمادات الموجودة دي في شركات كبيرة، مصانع كبيرة زي مرسيدس بنز، زي فولكس واجن جروب بمختلف شركاته، في عندنا مثلا جنرال موتورز، في عندنا فورد، في عندنا نيسان، في عندنا رونو، في عندنا فولفو، في شركات كثير من الشركات هذه لها اعتمادات. الان عشان شركة الزيوت تاخذ الاعتماد هذا الله يسلمكم بيخشوا في اختبار يكلفهم فوق السنة، قلت يكلف فوق المليون دولار، ويكلف فوق السنة لقريب السنة ونص، سنة واربع اشهر يتم في تعذيب للزيوت داخل المحرك بألين يتأكدوا عين في النهاية بفكوا المحرك وتأكدوا انه كل شيء فيه سليم، نوعية الزيوت سليمة، الاختبارات عدوا. وهذه الاختبارات زي ما تقول يا جماعة الخير كمثال بسيط الآن حوريكم هي. هذه تميز شركة عن شركة، عندنا زيت جيد جدا، عندنا زيت ممتاز، وعندنا زيت ممتاز جدا. طبعا لو انت عندك سيارة مثلا تويوتا ما اعتقد من النوع اللي بدي اختبارات كمصنع، فانت لقيت والله انه في زيت، نفترض الشركة حقتك ايش ما كانت بتديك زيت معين، تويوتا، سوبرو، اي شركة عندهم مثلا زيت معين بيقول لك والله استخدم الدرجة دي 20W50 10W40، ولقيت اي شيء زيت قدامك يماثل اللي بيقول عليه المصنع وعليه اعتمادات حقت مصانع عالمية، هذا افضل زيت حتاخده كمان. ليه؟ لانه كمان يطابق مصانع عالميه كبرى حقت سيارات انما اعطت المواصفات هذه، فهذا خطوه اضافيه زي واحد متخرج بامتياز والثاني بامتياز بدرجه شرف، او جيد والثاني بامتياز. الان حنوريكم الله يسلمكم هنا عندنا هذه فيها اي سي اس اي، هذه والاي بي اس اي، هذه نفس الممثل الاي بي اي عند القاره الاوروبيه، مصنعين اوروبيين. وحنلاقي عندنا مرسيدس بنز، موافقه مرسيدس بنز، عندنا موافقه شركه فولكس واجن الشركة الأم بشركات تحتها، عندنا بي ام دبليو موجود عندنا هنا كمان، وعندنا الله يسلمكم رونو، شركة رونو فرنسية، وشركاتها شركة نيسان حليفة لها، وفي عندنا شركة بورش. هذه الشركات كلها أدت اعتمادات. الآن إيش ما يكون زيت قدامك، إيش ما كان الشركة مصنعة له وتلاقي عليه اعتمادات دولية من مصانع عالمية حيشعرك بالراحة أكثر وأنت بتشتري الزيت ده إنه هذا عليه ضمان، هذا الزيت كمان متفوق في أداء حقه إنه أخذ الموافقات هذه كلها. عندنا هنا حتى كمان زيت ثاني هنا أخذ الله يسلمكم مرسيدس بنز، فولكس واجن، أخذ بي إم دبليو، وأخذ كمان جنرال موتورز، شركة جنرال موتورز. ميت جي إم دكسوس 2 ريكوايرمنتس، متطلبات جنرال موتورز دكسوس 2. هذه حاجة بسيطة حبينا نشرح لكم إياها. طبعا دائما ارجوكم ترجعوا لكتيب السياره تشوف الكتيب المالكي ايش يقول، درجه اللزوجه، وبعدين نوع الزيت. دائما السيارات من فوق على 2010 ما فوق خذ زيت فول سنتيتك 100% سنتيتك، كده بتحافظ على محرك سيارتك واستثمارك فيه. ان حبيت تمشي الخطوه الاضافيه وانك تختار نوع من الزيوت اللي بيكون معتمد عالميا من مصنعين عالميين فهذا كمان افضل افضل. ختاما شكرا لكم، ولتجارب ثانيه كثير ولمعلومات ثانيه كثير لكم ان شاء الله، خلينا نكمل حلقات الزيوت كامله ان شاء الله لكم. شكرا شكرا.